وسط مشاركة عدد من الأكاديميين والمتخصصين، افتتح الملتقى الثالث للعلوم والتكنولوجيا والهندسة تحت شعار ستيم الثالث، والذي تنظمه الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بالتعاون مع مركز الصباح الأحمد للموهبة والإبداع. وأكد مدير الهيئة الدكتور أحمد الأثري أن الملتقى يأتي انطلاقا من اهتمام الهيئة بتنمية مهارات طلبتها، موضحا أن المشروع يتضمن برامج علمية متطورة من شأنها الارتقاء بمهارات الطلبة. من جانبه اعتبر عميد كلية الدراسات التكنولوجية بالإنابة ومستشار مركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع الدكتور عبد العزيز النجار أن الكلية حصلت على الاعتماد الأكاديمي لثلاثة برامج لتكون أول من يحصل عليها في مجال الهندسة التكنولوجية في الكويت. نحن اليوم نفتتح الملتقى ستيم الثالث، تأكيدا على اهتمامنا والتزامنا بدورنا بتعليم وتدريب مهارات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والمهارات الإنسانية والرياضيات، لنقدم لسوق العمل مخرجات تساهم في تنمية وتطوير مجتمعها. لتعليم العلوم نحتاج لتأهيل وتدريب وإعداد المعلم، ليس ذلك فحسب، بل نحتاج لإقناع الطالب بأهمية تعليم العلوم والتكنولوجيا والفن والرياضيات. حصلت على الاعتماد الأكاديمي لثلاث برامج لتكون أول من يحصل على الاعتماد الأكاديمي في الهندسة التكنولوجية في الكويت، واهتمت بتنمية وتطوير عضو هيئة التدريس والتدريب، وشجعت على البحث العلمي لتكون الكلية الأكثر إنتاجاً علمياً متميزاً في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.